من ضمن الأخبار الغريبة برضو في أفريقيا، أفريقيا هي بعض الدول الصغيرة أو الولايات الصغيرة الموجودة في أفريقيا ليها طقوس غريبة جدا. من ضمن الطقوس برضو اللي لفت نظرنا رجل أعمال شهير جدا 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 من أصل أفريقي. الراجل ده مات من 3 أشهر. اللي حصل ان على السوشيال ميديا اللي الدنيا ظهرت ليه، هو ظهر مرة تانية وظهر بشكل غريب فكرة الـ العادات والتقاليد عندهم في هذه المقاطعة ان هم بعد 3 أشهر من المتوفي بيحفروا تاني القبر، بيطلعوا المتوفي بعد 3 أشهر، بيلبسوه لبس انيق جدا، بدلة فستان مش عارفة ايه، ويقعدوه على كرسي وهو متوفي من 3 أشهر علشان يسمحوا لكل حبايبه وقرايبه ان هم يودعوه وهو قاعد يتلقى الوداع. شيء مخيف بس من ضمن العادات اللي بقت اللي كانت موجودة عندهم، ولكن الغريب ان هي طلعت ترند بقوة على السوشيال ميديا. السؤال بقى اللي احنا عايزين نسأله سوير، لو رحتي في مكان وكان دي من ضمن العادات والتقاليد بتاعت البلد، تروحي تقدمي واجب العزاء بالطريقة دي؟ مش عارفة، بس هو صدمة كبيرة جدا يعني، أو حاجة غريبة جدا إن طقوس الموت عندهم بالشكل ده يعني. زي لا، هم كمان مش بس كده يعني، بعد 3 شهور من الوفاة وكمان بيقعدوه تقريبا 10 أيام، 10 أيام عشان على الكرسي علشان الناس يتلقى العزاء. تعملي كده؟ تروحي تعزي في حد كده لو في مقاطعة تانية أو في بلد تانية لو هي دي تقاليدهم؟ أكيد هتعملي أنا كده. أنا أبعت لهم يعني كارت أو أبعت لهم فويس نوت أو أبعت لهم تعزية، والله أنا بتكلم بجد. لكن إني أنا أخش مكان، مش انا ما بخافش موت، وفكره انك تشوفي حد متوفي مش 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 اول مره، كلنا يمكن عاصرنا ناس قريبين مننا، لكن فكره ان هو اتدفن وطلع بعدها ب3 أشهر وهذا الرجل تقريبا متحلل يعني، فكره ان انا لا، هو انا بتهيالي هم ايوه لا هم ما بيدفنوهوش وبعدين بيطلعوه، هم غالبا بيعملوا طريقه كده ان هم يحفظوه 3 شهور وبعدين يعملوا القصه دي اللي هو تمتد 10 ايام، وبعدين بعد ما يودعوه ال10 ايام يخلص يدفنوه. يعني هذا الرجل متوفي من 3 أشهر وما دفنش عشان يقعد 10 ايام متوفي، الناس تيجي تعزي مين؟ تودعوا، هم ما بيسموهاش عزاء، ان هم رايحين يودعوه. لا على يعني كل طقوس حال غريبة، وهنعيش ونشوف يعني. يعني هم ده في غرب افريقيا يعني، كل بلد ليها ثقافتها وتقاليدها ومعتقداتها يعني، فكل المعتقدات تحترم يعني طالما ما فيهاش اساءة لطرف اخر.